بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا وطبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فها نحن أيها الأحباب نعود سريعا لنفتح هذا الكتاب القيم الماتع الذي يعد عمدة في بابه، فكثير من العلماء جاءوا من بعده فاستفادوا منه إفادات كبيرة جدا. يكفيه أنه جمع ما تفرق، فجمع المتفرق في مكان واحد، يعني انتبهوا لهذه القضية، جمع المتفرق في مكان واحد مقصد من مقاصد التأليف عند المسلمين. فالمسلمون لم يؤلفوا الكتب بغير مقاصد، لا، إنما مقاصد التأليف توضيح غامض، أو جمع متفرق أو تفريق مجتمع، هكذا. إنما له أسباب، حتى ألف بعض المعاصرين كتابا، في أسباب التأليف، في أسباب التأليف. فمن أسباب التأليف أن يجمع الإنسان المسألة التي تفرقت في كتب أو في بطون الكتب، يجمعها فين؟ في مكان واحد. فابن الصلاح رحمه الله تعالى من ممن جمعوا ما تفرق من كتب الخطيب البغدادي وغيره ممن سبقوه في علوم الحديث. هذا الكتاب هو مقدمة ابن الصلاح كما هو معروف صحيح، وكما أنتم تتابعوا قرأنا في مقدمة ابن الصلاح التي جمع فيها نحو من 65 نوعا من أنواع علوم الحديث دراية، من أنواع علوم الحديث ماذا، حتى وصلنا عند النوع الكم؟ 13، وهو معرفة الحديث الشاذ. مفتاح السر في فهم الحديث الشاذ هو كلمة المخالفة. وكلمة ماذا؟ المخالفة. فالمخالفة هي المدخل لكي نفهم سويا ما معنى الحديث الإيش؟ الشاذ. وسوف تدركون معي الآن لماذا أنا قلت أن مفتاح فهم الحديث الشاذ، يعني متى يحكم على الحديث بأنه حديث ماذا؟ شاذ. متى يحكم عليه بالشذوذ؟ مفتاح السر في هذا يا شباب فكرة أو قضية ماذا؟ المخالفة. اسمع ما يقول مولانا ابن الصلاح ونواصل القراءة سويا، وأريد أن أسمع أصواتكم. يقول النوع 13 معرفة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رضي الله عنه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. فهذا ليس شاذا، أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، هذا ليس شاذا. فقد تفرد الزهري 90 حرفا كلها قوي، يعني لم يروها غيره، لم يروها، كلها مقبولة. 90 حديثا، 90 حرف، هذا يعني سعة اطلاعه. إذن هل يقال عن أحاديث الزهري التي تفرد بها يقال عنها شاذ؟ لا، ليس القصد أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، لا لا لا، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. الخط تحت كلمة ماذا؟ يخالف. السر في فهم الشذوذ ماذا؟ المخالفة. ليس أن يروي ما لم يروه غيره، فالثقة إن روى ما لم يروه غيره نقول عنه شاذ؟ لا نقول عنه شاذ، إنما متى يكون شاذا؟ إذا خالف ما روى غيره. جيد. وحكى الحافظ أبي يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن مولانا الإمام الشافعي وعن جماعة من أهل ثم قال، أي القزويني ثم قال: الذي عليه، أنا أريد أسمع صوتكم، الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة فيما كان عن غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ولكن هذا كلام من؟ كلام الخليلي القزويني. ولكن إذا تفرد الثقة بحديث لم يروه غيره كما ورد كما قال الشافعي لا يقال عنه شاذ. يقال عنه شاذ ماذا؟ متى؟ إذا تفرد به أو خالف به الثقات. واضح؟ وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، وذكر أنه يغاير
المعلل بل وذكر أنه يغير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك. إذن ذكر لك ثلاثة آراء من آراء أكابر المحدثين في معنى الحديث الشاذ، ذكر كلام الشافعي والقزويني وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ. تمام، هذه كلها نقول عن العلماء في معنى الحديث الإيش. هل يسكت ابن الصلاح أم يبدي رأيه في هذا؟ يبدي رأيه، أحسن. فماذا قال؟ قال قلت، قلت أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. ما الذي حكم عليه الشافعي بالشذوذ؟ الرأي الأول، المخالف للثقة. الذي حكم عليه الشافعي بالشذوذ ما هو؟ المخالف للثقة، المخالف للثقات. طيب، وشكرا يا سيدنا ابن الصلاح، لا خلاف على ما قاله الشافعي، لا خلاف. فماذا تريد أن تقول؟ قال أريد أن أقول لك وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط. يا جماعة، انفرد العدل الحافظ الضابط، فكيف تقولون عنه شاذ؟ لا أوافق على ما قاله القزويني ولا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، لا يوافق. ابن الصلاح إيه؟ لا يوافق، ويعطيك دليل على أن هناك من تفرد وهو ثقة عدل ضابط أخرجه له البخاري. إذن ليس شاذا غير مقبول، إنما متى يكون شاذا غير مقبول؟ أحسنتم. إذن مفتاح السر في فهم الشاذ ماذا؟ كلمة ماذا؟ الله ينور عليك. فهمتم يا شباب؟ ثم يقول ها، مثل ماذا؟ كحديث إنما الأعمال، فإنه حديث ها فرض ها تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عمر، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. واضح؟ وإن تفرد به محمد بن يحيى بن سعيد، لم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن عمر إلا علقمة. فهذا كله تفرد 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 تفرد. فهل إنما الأعمال بالنيات حديث شاذ؟ لا، لأنه ليس فيه مخالفة لمن؟ للثقات. وأوضح من ذلك وأوضح من ذلك في ذلك، يعني مثال آخر، اكتب فوق هذه الكلمة مثال إيش؟ أشد وضوحا، مثال آخر أشد وضوحا. ما له هذا المثال الآخر؟ قال حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث يا شباب تفرد به عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار هذا ثقة من التابعين، هذا من كبار التابعين، حضر عبد الله بن عمر، تفرد به. هل خالف به غيره من الثقات؟ لا. هل يعد حديثه شاذا؟ أجيبوني، لا يعد شاذا. جيد. ثم قال وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن، لم يروه عن الزهري إلا من؟ فتأتي أو يأتي مأفون لا يفهم يقول حديث مالك شاذ، كيف تفرد وهو ثقة ولم يخالف به غيره؟ إذن لا يعد. فهمتم سر فهم الحديث الشاذ ولا لا؟ قال فكل هذه، ابن الصلاح يقول لك، يقول ها، فكل هذه مخرجة في الصحيح، يعني سواء حديث علقمة عن عمر أو حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو حديث مالك عن الزهري، كل هذا مخرج فين؟ في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد تفرد به ثقة. إذن هذا لا يعد شاذا. قال ها، ومن غرائب الصحيح ها أشباه، ومن غرائب الصحيح أشباه لذلك غيره، يعني هذه النماذج لها نظائر كثيرة في الصحيح ولا تعد شاذة، صحيح؟ وقد قال مسلم بن الحجاج ها للزهري، هذا قاله في مقدمة الصحيح وهو مشهور عند أهل الحديث، وقد ذكرته لكم منذ قليل، قناة ذكرته منذ قليل، صحيح؟
قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. هل حكم المحدثون عليها بالشذوذ وأسانيدها واي جياد جيدة يعني صحيح يا مشايخ؟ قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه ها اقرأوا فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول. إذن إذا تفرد الثقة بحديث لم يروه غيره لا يقال عنه حديث شاذ. ما التفصيل؟ قال إذن فرض الراوي، اقرأ يا سيدي، إذن فرض بشيء نظر فيه، فإن نظر فيه، نعم نظر يعني درس، يعني درست أسانيده، نظر فيه يعني درس. قال ها فإن كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لي لذلك، أو أضبط كان من فرض به شاذا مردودا وإن كان ثقة. وإن كان، إذن هذا الحديث لم يروه إلا الزهري، ماذا نفعل؟ ننظر فيه. ماذا؟ من النظر يعني الدراسة والتفحيص والتمحيص، فإن وجدناه خالف الثقات كان حديثه شاذا إيش؟ مردودا، وفي 90 حرفا لم يخالف الزهري أحدا من الثقات. واضح؟ طيب، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان هذا الراوي عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به، كالذي انفرض به مالك وكالذي انفرض به الزهري. قال ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. علقمة عن عمر، هذا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مالك عن الزهري، لم يخالف أحدا. هل هذه أحاديث مردودة؟ لا ليست مردودة. وإن لم يكن ممن يوثق، هذا الذي انفرد إن كان ثقة خلاص قبلنا حديثه، فإن انفرد وهو ممن لم يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له، ها مزحزحا له عن حيز الصحيح. السر في ضبط وعدالة وثقة الذي انفرد، فإن خالف وهو عدل ضابط ثقة شاذ مردود، فإن خالف وهو عدل ضابط شاذ حافظ لم يخالف مقبول، إن فرض وهو ليس عدلا حافظا في هذا الذي يرويه فليس بمقبول. ثم هو بعد ذلك دائر بين، اقرأوا يا شباب، ثم هو اقرأوا، ثم هو دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحالف، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسانا حديثه، استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرض به وكان من قبيل الشاذ المنكر، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود أحدهما الحديث الفرد المخالف مفتاح السر في المخالف. قال والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. واضح يا مشايخ؟ الآن الذي تفرد بالحديث ثقة، فإن لم يخالف فحديثه مقبول، فإن خالف، فإن كان الذي تفرد ليس في الضبط على المستوى اللائق والمعروف مردود. طيب فإن كان الذي تفرد ضعيف مجمع على حفظه، تفرد وهو ضعيف خالف أو لم يخالف فحديثه يسمى المنكر، وهو النوع 14. صح يا شيخ؟ اقرأ يا سيدي. قال النوع 14 معرفة المنكر من ال، اقرأ ها بلغنا. البرديجي الحافظ أنه يعني المنكر، أن الضمير في أنه يعود على إيش؟ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل
ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم، لا إنما نقبل عدم التفصيل، ولا لا بد من التفصيل؟ سنرى الآن ابن الصلاح لن يسكت على عدم التفصيل، صحيح؟ هذا الذي قاله، قال تفرد البرديجي، تفرد ولم يعرف لهذا الحديث طريق إلا هذا الطريق، ولم يقل هذا الذي تفرد ثقة أو غير ثقة، لابد من ماذا إذن؟ طيب، قال وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب، ضع دائرة حول كلمة ماذا؟ الصواب عند جماهير المحدثين، ها، والصواب فيه التفصيل. الإطلاق هنا جيد ولا غير جيد؟ غير جيد. الصواب ماذا؟ التفصيل. والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الإيش؟ الشاذ. طيب، وعند هذا نقول المنكر على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه، يعني المنكر فيه تفرد وفيه مخالفة بمعنى الشاذ، لكن الفارق بين المنكر والشاذ أن المتفرد غير ثقة، وأن الذي تفرد في الشاذ حديثه جيد. مثال الأول، ها، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن، خد بالك، خد انتبه، المنفرد المخالف لما رواه الثقات، صح، المخالفة رواية من؟ مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، عمر بن عثمان بضم الإيش، وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو بن عثمان وليس عمر بن عثمان. تخيل المخالفة هنا ليست في نص الحديث، حتى في اسم الراوي، الله 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 الله، كل من روى عن الزهري من أصحابه قال فيه عمرو بن عثمان ولم يقل فيه عمر، يعني بفتح العين. وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمر وعمر جميعا ولدوا، يعني عثمان هذا عنده عمرو وعنده عمر، غير أن هذا الحديث إنما هو عينه، هو إنما هو عن عمرو بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله سبحان الله، مالك وهم، هو مالك معصوم يعني، ليست مشكلة، ها، الشاذ شاذ، لأن مالكا ثقة خالف فيه غيره فقال عن عمر وهو عن، فهل الشاذ أو هل للتفرد نوع آخر؟ نعم، النوع الآخر هو الذي نبدأ به القراءة في الدرس القادم، جزاكم الله خيرا.